فارقنا على دورة عين، ما قلنا الوجه كله، ما تدري بجفاك الروح صارت مرقد العله. منه اللي يروح بساع كون بحرقه ويقله، مو ذاك اللي يطيح جبال قم تتعثر بنمله. شمالك عفت الصاحب لا من طاير لا من حاط. المتسابق باقر العبساوي من محافظة المثنى، المتميز بطوره الخاص الحجيمي، والذي راق للجنة منذ دخوله ووقوفه على المنصة مرددا المفردات البدوية الحجيمية الأصيلة وذكر أهل البيت عليهم السلام. المرحلة الأولى اختاره الشاعر السيد علي الميالي ليكون ضمن فريقه في البرنامج. هلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. المتسابق باقر العبساوي من محافظه السماوه. نعم، حياك الله وحيا الله. انا ما سمعت. حيا الله السماوه. باقر العبساوي من محافظه السماوه، عشيره الالفين شهيد. الله يعزك. الله يعزك. وسهلا وحياك. نعم. الله. الهوسه للسيده زينب عليه السلام. تستاهل على زينب. وبصوت ابن الرذيله بليتام يحوش، وبصوت ابن الرذيلة بليتام يحوش، وشتم زينب وبوها لحد الراية جيوش، وشتم زينب وبوها لحد الراية جيوش، وتقل يا ام اخوي اشتم نكونك خوش. الله. وتقل يا ام اخوي اشتم نكونك خوش. ها ها هاي شق حلقك ويقص لسانك، ها هاي شق حلقك ويقص لسانك، لو شاتمنا احنا العباسي شق حلقك ويقص لسانك. الله عزك. الله فلو الحلقة. الله يعزك. يوم البزع عنا وفتل شرها وزاد، يوم البزع عنا وفتل شرها وزاد، يوم الصرح العرعورة طب بغداد، يوم الصرح العرعورة طب بغداد، تحشدنا وفزعنا براية أم زناد، تحشدنا وفزعنا براية أم زناد. ها ها احنا جفنا تباع الظالم، ها ها احنا جفنا تباع مثل الجفلها بصفين، احنا جفنا تباع الظالم. شيعة ورافضية وعلى العهد باقين، شيعة ورافضية وعلى العهد باقين، وعلي شراع السفينة لبها متمسكين، وعلي شراع السفينة لبها متمسكين، كل عامل يجينا نعيد ذكر حسين، كل عامل يجينا نعيد ذكر حسين. ها ها ولا نطلع من راية حيدر، ها ها ولا نطلع من راية حيدر، لا حرفون أهل الرايات ولا نطلع من راية حيدر. طبعا بس عند سؤال اللجنة، يعني كل ما يجي متسابق حكيمي، طبعا كلام سهل ممتنع. نعم. ماشي ابو عباس. نعم. ياخذنا الغير وادي، ياخذنا الغير وادي، مهدي مهدي مهد، والرباط ماله يعني مشكله. بالله. ها ابو عباس اردبوسه. والله والله يستاهل. الله والله باقر يستاهل. موفق بعد عمرك. والله يستاهل. الله يذكرك ان شاء الله. عافيه عافيه. اي يستاهل. انا اذكر سيد علي، تفضل مولانا. اذكر الشاعر علي الصفراني. هو النعم خذ مجموعه من بن حكيم حزام، انت مسموهم مو حزام، وراحوا لبغداد بايام استشهاد الامام الكاظم، فهوسه وقال والله يشهد يا الكاظم لو بايامك طلعناك. تحياتنا لابو يقين. تحياتنا لابو يقين. تحياتنا لبن حكيم. لا العبس تاج راسي. الله يحفظك. بعد خال العبساوي انت
عدك سيد علي وعدك عدي كعبي. عن نفسي يعني جريمة يطلع باقر ما مضغطين الأربعة. جريمة واحد. يعني أربعة. أقسم بالله حر. شاعر معنى الكلمة. الله شاعر شاعر. شهادة شهادة افتخر بيها والله. لا لا بنحكيهم. أنت لا تدري وشك هيك. فأنت اختار. طلعتها يا جماعة السماء وده وشك. باقر شلون؟ هالعنصرية هاي. لا بدون عنصرية لا بدون عنصرية. روح هيك. باقر 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 رباط. رباطكم هذا التهوسون الطين الفين شلون؟ نلمط طين الفين مغرب كون الطول نط الفين. نوب نطي والله الله يعزك الله 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 يسلمك اي والله الله يسلمك اختار خالد عبساوي اختار سيد علي على راسي سيد علي الميالي يحفظك يحفظك المحسوبة يحفظك 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 ماكو فرق تعال خلنا نسلم عليك حياك الله حياك الله يحفظك الله يحفظك عافية بياض وجهي والله عافية حبيبي المرحلة الثانية وهي مرحلة الارتجال فكان المتسابق باقر العبساوي مبدع كعادته ومتميز بلونه وطوره الخاص وارتجاله بوصية الإمام الحسين عليه السلام لأخته الحوراء زينب عليها السلام هلا بأهل 2000 شهيد هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة المتسابق الله باقر العبساوي من محافظة السمال والنعم والنعم الإمام القاسم يقول قربين للحومة من أطب ها قادر قربين للحومة من أطب وتخير أثقال الحرب تقوى أخنقهم وسيف اليهب كان ريح صرصر والسبب أخنقهم وسيف اليهب كان ريح صرصر والسبب اللي ينذخر لازم كلف رأي زلم تسوى التعب اللي ينذخر لازم كلف رأي زلم تسوى التعب هاردك سر صدر القوم القامات هاردك سر صدر القوم والبيزودي جرب جاي هاردك سر صدر القوم القامات رملة رملة أم الإمام القاسم عليه السلام رملة رملة تقول لولدها يا افزع فزع الحسن فزع الحسن يا ظنوتي فزع الحسن يا ظنوتي الطف يريدك يا الكلف حسين ظل الوحده يا واحد بسبعين الف الله يا زود ابوك ودلته يا الهيل يا البعدك ترف ها افزع يا القاسم رد العايل ها افزع يا القاسم رد عمك دارت غيمة عليه افزع يا القاسم رد العايل الله يحفظك موفق باقر العزيز موفق ان شاء الله باقر العبساوي موفق موضوع من سيد علي الميالي باعتبارك من فريق سيد علي الميالي وسيد علي يقول الحسين يوصي السيدة زينب لا تقولوا بألسنتكم ما يقل من قدركم لا يعني تقول لا تحشون حكاية ما يقلل من قدركم احشو معلق سولفو سولفو عالي يا زينب شيل راسي جبالك تنزليه يا زينب شيل راسي جبالك تنزليه ويلي يشتم بابونا بزود رد عليه ويلي يشتم بابونا بزود رد عليه احنا اولاد حيدر يا الشمر تدريه واحنا اولاد حيدر يا الشمر تدريه ها بزودك نايم عون بزودك ها بزودك نايم عون لا طبيت على اهل الشام بزودك نايم عون بزودك لا طبيت على اهل الشام بزودك نايم عافيه عافيه حلوه حلوه عافيه مو قلت لك اليوم الله يساعدناني والله بالله العظيم موفق الله يحفظك
إذن باكر العفساوي انتظر النتائج. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستنباط بآية قرآنية أو حديث شريف أو مثل، حيث كان باقر العبساوي مؤثرا جدا على المنصة، حيث له حضور ملفت وطريقة مميزة في الإلقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. مهوال باقر العبساوي من حضرة السمام. العلم إن شاء الله. ولف هلا بيك خالد. اللي يحكم بالعدالة يكون حكمة يصير. حلو. خوش. اللي يحكم بالعدالة يكون حكمة يصير، مثل اللي بزمانه شبح حتى الطير. مثل اللي بزمانه شبح حتى الطير. علي حكم الحكيم بذاته مو تزوير. علي حكم الحكيم بذاته مو تزوير. ها ها عدل ميزان الحق ورضيهم. ها عدل ميزان الحق ورضي. والله موصع للميزان. عدل ميزان الحق ورضيهم. حكمكم بين الناس حكموا بالعدل. عدل ميزان الحق ورضيهم. الما توصل لفعله لا تذمش بيه. الما توصل لفعله لا تذمش بيه. يا الذراع قصير جبك الداني. المينوش العنب حامض يقول عليه. المينوش العنب حامض يقول عليه. ها ها العالي المالح نجفوفك. ها ها العالي المالح نجفوفك. موش تبسط وتذم به العالي المالح نجفوفك. موش تبسط وتذم به العالي المالح نجفوفك. الطالع صدره بين ما يريد شهود. واضح. الطالع صدره بين ما يريد شهود. وموش بكثرة المالات جايب زود. وموش بكثرة المالات جايب زود. علي يقول الكريم الجاد بالموجود. علي يقول الكريم الجاد بالموجود. ها 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 ولا قصر وتعذر حاتم. ها ها ولا قصر وتعذر ها بس حصانه وعذب به ولا قصر وتعذر حاتم. بس حصانه وعذب به ولا قصر الله الله عافيه الله. ها حلو. بس حصانه وعذب به ولا قصر وتعذر حاتم. بس حصانه وعذب به ولا قصر وتعذر حاتم. بس الله عندك لا قصر وتعذر حاتم. رزوان خليه يسمعنا. يلا صار. اي والله اتحبهن اتحبهن. نصيحه نصيحه عامه. مرامك مرامك من جنيبات عليك. الدنيا يا ابن عم تخذ منها دروس. خوش. الدنيا يا ابن عم تخذ منها دروس. الغني اللي عنده رفاقه موش عنده فلوس. الغني اللي عنده رفاقه موش عنده فلوس. بنادم طيب قلبه يطلع مو ملبوس. بنادم طيب قلبه يطلع مو ملبوس. ها الطيبه تميز بنادم. ها الطيبه تميز بنا. لا بهدومه ولا مالات الطيبة تميز بنادم. لا بهدومه ولا مالات الطيبة تميز بنادم. لا بهدومه ولا مالات. اي عفي. لا تعجبنك اثياب على رجل، دع عنك مظهره وانظر الى الادب. المظهر مو اساس القيمة الزلمة. اشكال الذهب بالسوق بس الفرق بالختمة. انظر للمعادن زين. لا يغرك المطلب زايد القيمة.
الشم صاحب علم اخلاق عليه العوز حاله ومن اخذ هدمه. اي والله. ولا يغرق ثوبه انظر الاخلاق ابن ادم. لا يغرق ثوبه انظر الاخلاق ابن ادم. اي سيد لوي باقر العبساوي. باقر مبدع. الله يعزك. بالله العظيم. وعنده اختيار للمفرده بشيء غريب. اي حلو. كلش حلو باقر. حلو كلش حلو. باقر كلش مبدع. الله يعزك. وانا سبق وين قلت لغيرك انت منافس. على الصدارة مو متسابق. نعم. اي بالله منافس. عدي الكعبي. انا قلت له اذا عندك بعد سمعنا هو هذا. الله يعزك. هذا. الله يسلمك استاذ. باقر من عشيرة. الشرف انا الله يوفقك. قدامكم والله. اتمنى لك كل التوفيق. موفق موفق. سيد علي الميالي. باقر من فريقك؟ من فريقي تقول الله يعينك. قل له الله يعينك. 100% هسه بعدنا غير خلصوا حتى اقول لك الله يعينك. ها؟ علي من الله يعينك شنو ابوي عندك خمس نفرات الله يعينك علي من سيد انا تسعه الله يعيننا على ذولا الفطاحله كلهم ابطال كلهم ابطال سيوف بتاره سيوف مثلمه وبقطن يسنون وسواني عايزه بهالوقت يسنون طلعتن شنه قبل العين يسنون الكبير البيشن ندلوه بي مو كلها ولكن فرق فوق النص شحعدها الصدق ومن الصدق تملص وشراية حكي بالالف تلقى اثنين اذا تسمع المالح بالملوحة تغص وثلث ارباع من الضال على حس الطبل ترقص شنو شبيه العرب بالمرمره يطعنون ترى ياخذ رطوبه يظل يهيل الجص وترى حيت الرمل مو مثل حيت الماي وسيد تخيل حيت تخيله من تقرص قدمت السنون شمالكم على العين شنه سنونكم قبل الصبي والفص ترى سنون الحليب يمر وقت وتطيح وتظل العين عين ومكشرك ناقص ها وطيرك موش تساوي ها ها طيرك موش تساوي وطيور تحط وتهاجر الله يوفقك طيور تحط وتهاجر بالمناسبه سيد لوي خاف تقول ترى سيد خير جدي ال11 ها ايه لا انا اعد المعلومه اي خاف يعني لا وخلي ببالك يعني انت مرجعك للناس مو الاماره شكرا لك باقر حبيبي حياك الله هلا هلا باقر 100 هلا المرحلة الرابعة فهي الاستنباط وهو معد من قبل اللجنة حول العفة أو الأمانة والذي أبدع بها العبساوي مرة أخرى ونال شهادة اللجنة بأنه شاعر ومهوال ذو لون جديد تسابق باقر العبساوي من محافظة السمو يلا حيو هلا هلا هل. الأمانة بمحتواها القاع منها تميل الأمانة بمحتواها القاع منها تميل إن عرضت عيبال وعيت لها تشيل إن عرضت عيبال وعيت لها تشيل وقبل بها الإنسان بفكر موش بحيل فكر وقبل بها الإنسان بفكر موش بحيل الرسول امتاز بها وهذا التعليل الله الله الرسول امتاز بها وهذا التعليل ها هان عرضت وتكلفها ابن ادم عز الله هان عرضت وتكلفها ابن ما شاء لنهج بها للكون عرضت وتكلفها ابن ادم ما شاء لنهج بها للكون عرضت وتكلفها ابن ادم العفة تعف ثلاثة بمنهج الإسلام العفة تعف ثلاثة بمنهج الإسلام أولها المحارم والعرض كجام أولها المحارم والعرض كجام
ولسانك تغيم الناس بأحكام ولسانك تغيم الناس بأحكام وضبط نفسك لزوم بشهوة الأحرام وضبط نفسك لزوم بشهوة الأحرام ها العفة تحرمهن من ذاتك ها العفة تحرمهن من ذات نفسك تامر بالمكروه العفة تحرمهن من ذاتك الله تامر نفس المنكر من تريد تبني تبدي من الساس من تريد تبني تبدي من الساس الأمانة والحصيلة النبي بيها انغاس الأمانة والخصيلة النبي بيها انغاس حسن حفظ الأمانة حفظ دم الناس صحيح حسن حفظ الأمانة حفظ دم الناس ها خلاص الحق وموافع عهودك ها خلاص الحق وموافع عهود ذن البيها فضل ميزات خلاص الحق وموافع عهود نعم خلاص الله احسنت يا باكر نعم العبساوي سيد علي الميالي شنو نعم من العبس الله يعزك باكر العبساوي شاعر مهوال باكر هوس على المطلوب الشيء المطلوب اي بالله نعم. وجاب شيء جديد ما طلع من المطلوب ما يعني لا سيد دوي وركز على النبي محمد عرف بالامانه هو علل على السبب على السبب وحتى بالهوس الاخيره هم ذكر موفق عافيه باب موفق ان شاء الله باكر انتظر موفق فهل سيكون المتسابق باقر العبساوي صاحب لقب مهوال العراق؟ هدق وجهه على التربان تحصر حصره ما الاسباع هدق وجهه على التربان تحصر حصره ما الاسباع بكثر ما مستحي العباس نبت نص السهم بالقاع بكثر ما مستحي العباس نبت نص السهم بالقاع ودم الخيل ظل يجري لحد ما غرق المصرع ودم الخيل ظل يجري لحد ما غرق المصرع وصف راس سفينه وسهم عين اشرع وصف راس سفينه وسهم عين اشرع هاو القاع اهتزت بالطف هاو القاع اهتزت بالطف هاو القاع اهتزت بالطف هاو القاع اهتزت بالطف لا كان كظه بسهم العين قاع اهتزت بالطف لا كان كظه بسهم العين قاع اهتزت بالطف لا كان كظه بسهم العين قاع اهتزت بالطف لا كان